طبعا من سعي الدائم لمنظمة شفق بزرع البسمة على وجوه أطفالنا، ومن خلال نشاط شفق الدائم بكل الأعياد والمناسبات، اليوم نحن بعيد الأضحى المبارك عم نساوي هالفعالية هي بالتشارك مع جمعية فجر المستقبل الخيرية بكفر تخاريم، وهدفنا الرئيسي هو زرع البسمة على وجوه الأطفال. نحن طبعا باشرنا بهالنشاط من حوالي ساعتين، وشفتوا كلياتكم مدى تفاعل الأطفال معنا، وهذا الواجب نحن بنساويه، وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تاني يوم بيوم الأضحى، وجينا على فجر المستقبل وكتير انبسطنا، ولعبونا الأنسات وكتير انبسطنا وفرحنا كتير، ووزعونا هدايا. اليوم جينا لهون مشان نلعب ونفرح وانبسطنا كتير، واليوم كان عيد ونحن بنشكر منظمة شفق ونشكر منظمة فجر المستقبل. اليوم فرحنا كتير ووزعونا هدايا. يلا سقفوا سقفوا سقفوا.